فضلت في دور سابقة قلت المهدي إن شاء الله يعني هيبان في السنوات القادمة، فش خلافة يعني بتتوقع إنه الخلافة؟ الأخ الكريم يعني يتكلم ويقول يقول الخلافة لم تظهر بعد، فكيف يخرج المهدي؟ ومن قال إنه يعني يشترط أن تظهر الخلافة قبل المهدي؟ مين اللي بيقول؟ مين بيشترط؟ يعني إحنا بنعرف إن حلول الخلافة، الخلافة ستحل في بيت المقدس، ولكن لربما والاحتمال الأغلب إنه لما يبايع المهدي، المهدي راح يبايع؟ راح يبايع بين الركن والمقام في مكة، مظبوط ولا لا؟ هلا لحظة بيعته مش راح يصير خليفة؟ مظبوط ولا لا؟ خليفة. طيب هلا بين فترة بيعته، يعني بين ما صار خليفة وبين تحريره لبيت المقدس، قديش في فترة زمنية؟ تكلمنا عن أربع حروب. لا أنت فهمتني غلط، قبل ظهوره بده يموت خليفة. هذا سؤال آخر. هذا هو السؤال. طيب يعني. طيب بس عشان صرت أنا بادي هذا السؤال إن شاء الله بجاوبه، بعدين بجاوبك سؤال كيف هلا فهمتم. هنقول إنه بملاحظة ظهور المهدي تبدأ خلافته، ومن خلافته حتى فتح بيت المقدس في عنده أربع حروب تغزونا بلاد الحجاز، فارس، روما، بعدين في عندك الأورتجة. يعني هاي الفترة الزمنية كلها فترة خلافة، فلا يمنع إنه هو في أثناء مسيرته من خلافته حتى فتح بيت المقدس انها تحل الخلافه في بيت المقدس قبل ما يوصل لها، يعني تصير بيت المقدس اماره من امارات الخلافه قبل ما هو يوصل لها، فبتكون حلت الخلافه في بيت المقدس. هو عماله شو بيسوي؟ حروبه، لانه هو صار خليفه وصار في خلافه، مجرد ما بايعنا وخسف بجيش السفياني شو صار؟ صار في خلافه. هلا الخلافه متى تبدا تصل بيت المقدس؟ لا نعلم، ولكن قد تصل قبل الخليفة نفسها، يعني تصل الخلافة، حلت الخلافة قبل الخليفة، وبعدين هو بلف وبرجع للخلافة في بيت المقدس. ونقول إنه الخلافة لا يشترط إنها تكون موجودة قبل ظهور المهدي، ولكن لما نقول إنه موت خليفة وقت التال ثلاثة على ملكه، هذه إشارة لظهور المهدي. هون ما بنقول إنه في خلافة راشدة على منهاج النبوة، هناك نتكلم على إيش؟ خلافة راشدة على منهاج النبوة، وهي أحد مراحل الحكم اللي ذكر لنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه بتكون فيكم نبوة، بعدين شو بكون فيكم؟ خلافة راشدة، بعدين في عنا حكم عاد، بعدين ملك جبري، بعدين شو في عنا؟ خلافة على منهاج النبوة. فهذه المرحلة الخامسة من مراحل حياة أمة الإسلام لخلافة الراشدة على منهاج النبوة. هلا أي خلافة قبل هاي المرحلة اللي نسميها خلافة المهدي أو الخلافة المهدية أو الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، أي خلافة قبل هاي الخلافة ما بنسميها خلافة راشدة. بدك تسميها خلافة تقدر تسميها خلافة، ولكن لا نسميها خلافة على منهاج النبوة، لا نسميها خلافة على منهاج. ولا ربما كانت خلافة مدعية ادعائية، يعني أقرب الفهم نحن نفهم إنه بلاد الحرمين راعية مكة والمدينة، هي المفروض فيها تكون ايش؟ الخلافة. هذا الاصل مظبوط ولا لا؟ هذا الاصل. ولكن ان كان الحاكم اللي موجود فيها فنقول لا يسير على دين الاسلام، فهي في العرف خلافة، ولكن خلافة خاطئة او خلافة فاسدة. عشان هيك بنقول انه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على انه في خلافة لكن فاسدة، وعلى رأسها حاكم وسيموت وسيقتتل أبناؤه على خلافته الفاسدة، حتى تأتي إيش؟ الخلافة الراشدة على منهج النبوة اللي هي مع سيدنا أو مع المهدي عليه السلام. يعني هذه الخلافة، هذه خلافة ولكنها ليست براشدة. في هذا عنده أي سؤال آخر؟ تفضل. شيخ بخصوص النفس، ممكن نحكي أن النفس والروح ليست من الأرض بس الجسد؟ النفس والروح ليست من الأرض، هي يعني إذا إحنا جينا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لما سؤل عليه الصلاة والسلام متى كنت نبيا يا رسول الله، شو قال؟ قال كنت نبيا لما كان آدم ما بين الجسد والروح. ففي عنا جسد سيدنا آدم، في عنا نفخ الروح فيه، هذا الحكي في السماوات. جسد سيدنا آدم من فين جابوه؟ من تراب الأرض رفعوه فوق السماوات، وبعدين نفخ الروح هي من الله سبحانه وتعالى. قول الروح من أمر ربي
وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، هي من عند الله سبحانه وتعالى، ما بنعرف ماهيتها، لا هي من أرض لا هي من سماء، ما بنعرفش، فهي من عند الله سبحانه وتعالى بغض النظر ماهية الروح، ولكن هذه الروح نفخت في هذا الجسد. هلأ ما بين الجسد وما بين الروح شو سوى سبحانه وتعالى؟ في حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا ما بين الجسد، لما كان آدم ما بين الجسد والروح، يعني في الفترة قبل ما تنفخ الروح في جسد سيدنا آدم خلقت الأنفس. هلأ الأنفس كيف خلقت ومن أين أتتنا في ذكر، ولكن احنا نعرف خلق الله سبحانه وتعالى بالأمر كون فيكون. الله سبحانه وتعالى قال للأنفس كوني فكانت، ومن ضمنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم نفخت الروح في جسد سيدنا آدم، وباقي الأنفس فين؟ استودعت في ظهر سيدنا آدم، وهذا كله في السماوات، كله في السماوات. هلأ قبل ما يهبط آدم للأرض، الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر سيدنا آدم وأخرج الأنفس كلها من ظهره، كلها من ظهره، وخاطبنا وكلمنا، وبعدين رجعها لظهر سيدنا آدم، وهبط سيدنا آدم مع إيش؟ مع الأنفس للأرض. في الأرض شو كان فيه؟ تخلق أجساد إلنا من الأرض نفسها. الجسد من فين بده يجي؟ في النهاية من الأرض، من النبات ومن اللحوم، بيأكلوها الآباء وبتنبت داخل رحم الأم، يعني هي أصلا من تراب. ولما يصير هذا الجسد في رحم الأم فترة زمنية بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جمع ابن آدم في رحم أمه 40 ثم 40 ثم 40، يعني 4 أشهر، لما يصير الجسد عمره 4 أشهر يؤتى بالنفس من ظهر الأب، وفين تنفخ؟ في رحم الأم. الله سبحانه وتعالى بنفخها في رحم الأم من جديد، يعني في هذا الجسد، فيتقرن. عشان هيك بنقول الأجساد هي أكيد من الأرض، أما الأنفس فهي بأمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون، الروح من أمر الله سبحانه وتعالى ولا نعلم. دائما نقول والله أعلم. في هذا عند أي سؤال آخر؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، أحسن الله لكم. شيخ الله يكرمك، الله يرضى عنك ان شاء الله. احسنتم.